دخلتي ستتمحور حول الإعلان الموالي للنظام الحاكم في الجزائر وحربه الخاسرة في ملف الصحراء المغربية. عندما نقول الإعلان الموالي للنظام الحاكم في الجزائر ليس بالضرورة أنه إعلام جزائري فقط، هناك إعلام موالي للنظام الحاكم في الجزائر ينشط بأوروبا على الخصوص بفرنسا. الإعلام تكلمنا على في سردية تاريخية كيف تعاطى الإعلام الجزائري مع ملف الصحراء المغربية. هناك يجب الانتباه إلى أنه هذا الملف على مستوى الصحافة في الجزائر داخل يكتسب حساسية، والصحفي في الجزائر أو الوسيلة الإعلامية الجريدة أو قناة لا يستطيع التطرق إلى هذا الملف دون رقابة مباشرة من مخابرات النظام الحاكم في العمال، ولكن من سموها احنا مركز بن عكنون اللي في العاصمة الجزائر. مقال، تصريح، تغطية صحفية كلها تخضع مباشرة للأجهزة الأمنية، الجهاز الأمن الداخلي بالنظام الحاكم في الجزائر. لماذا؟ لأن هذا الأمر يعتبر أمر حساس بالنسبة للنظام في الجزائر، ويجب التعاطي بحذر مع هذا الملف. والصحفيون المعتمدون في الجزائر ووسائل الإعلام يعيشون ضغط فيما يخص، يعني يخافوا أنهم يرتكبوا أخطاء فيما يخص الحديث على 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 هذا الموضوع. فيما سبق خلال السبعينات أو الثمانينات كان يعني الأمر مختلف تماما على الوقت اللي رانا عايشين فيه. كان هناك يعني الجرائد، جريدة الشعب وجريدة الجمهورية والمجاهد، لما يتم التطرق إلى ملف الصحراء المغربية أو يتم وضع صورة الملك الراحل الحسن الثاني كانت المبيعات في تلك اليوم تكون مرتفعة بشكل كبير نظرا لأهمية هذا الموضوع داخل أوساط النخبة في الجزائر، ولو أن الشعب الجزائري، وأنا أؤكد على هذه النقطة، لا يحتضن هذا الملف ولا يهتم به بشكل كبير، لكن الاهتمام موجود على مستوى أوساط النخب الجزائرية. ما حدث بعد حراك الشعب الجزائري في 22 فبراير 2019 هو أن النظام الحاكم في الجزائر نظرا لفقدانه الشرعية الثورية وعدم نيله لشرعية شعبية يستغل الملف الصراع مع المغرب بصفة عامة والوجه الخصوص ملف الصحراء المغربية من أجل طبعا توجيه الرأي العام داخل الجزائر ووضع المغرب في خانة البلد العدو الذي يجب الحذر منه ويجب مواجهته والتصدي له. مؤخرا النظام الحاكم الجزائري خصص أموال طائلة فيما يخص التعاطي الإعلامي أو العمل على توجيه الرأي العام سواء داخل الوطن أو في البلدان التي بدأ النظام الحاكم في الجزائر يخشى من تطور موقفها بشكل يذهب إلى تأييد أو الوقوف إلى جانب المغرب وعدالة قضيته. النظام الحاكم في الجزائر في الوقت الحالي يرى في ملف الصحراء هو المتنفس الذي يجعله يعني يغطي المشاكل الداخلية داخل البلاد والأمور التي من شأنها أن تطار، خصوصا المسألة السياسية، لأن احنا في الجزائر نعيش أزمة سياسية داخلية عميقة، وهذا الملف ملف الصحراء والصراع مع المغرب هو بالنسبة إليه الأداة والوسيلة التي أو النطاق الذي يشتغل فيه من أجل التشويش على رغبة الشعب الجزائري في تغيير حقيقي بما يخدم البلد وبما يخدم المنطقة. عندما نتصفح مثلا كتابات ولا مقالات المواقع الإلكترونية الجزائرية في الوقت الحالي بما يخص ملف الصحراء نبتسم الكثير من المغالطات. ينشروا مثلا، يحاولوا يشوشوا على الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويوضعوه في خانة أنه مجرد تغريدة وأن الإدارة الحالية الأمريكية تراجعت عن الاعتراف الأمريكي، ولكنهم دائما يقعون في يعني في واحد يخصوا واحد مفترق طرق وين
ما يلقوش إجابات على تساؤلات منتقديهم. مثلا اني تكلمت على الاعتراف الامريكي يقول لك هذه مجرد تغريده، لكن اذا تواجهوا مثلا بالسجل الفيدرالي الامريكي الذي يؤكد على اعتراف امريكا بمغربيه الصحراء ما يقرها في حرج. هم يستعملون يلعبون على المفردات، يحاولوا على انهم ابسط تصريح يتم تاويله على انه نصره لاطروحه النظام الحاكم في الجزائر. لكن في المدة الأخيرة إعلام الموالي للنظام الحاكم في الجزائر خسر كثير من يعني المعارك نتاعه مع الإعلام الداعم للملف مغربية الصحراء، وأصبح يعني يتحرج بل يتغاضى عن الحديث. مثلا عندما يصدر قرار مجلس الأمن لا توجد ولا وسيلة إعلامية جزائرية تنشر نص قرار مجلس الأمن الذي يتكلم صراحة على أن القرار الذي صدر مثلا 26/54 الأخير نأبى من القرارات التي صدرت منذ 2007 إلى غاية 2022، في حين الخارجية الجزائرية تتكلم على قرار 690 الصادر سنة 1991 الذي لا يتكلم عنه أصلا مجلس الأمن، ولا والذي تجاوز ذلك تجاوز طبعا مقترح الاستفتاء بل وأقبره في بداية أو في سنة 2001. هنا تشوف الإعلام الموالي للنظام الحاكم الجزائري يحاول أنه ما يتحدثش ما يتكلمش على حيثيات قرار مجلس الأمن الذي يريد أن يكون هناك حل سياسي لهذه المسألة، بل يركز على ما يصدر يعني الإعلام الموالي للنظام الحاكم على ما يصدر مثلا من بيان عن الخارجية الجزائرية بخصوص ضرورة الرجوع إلى مسلسل التسوية اللي كان في سنة 1991 والذي انتهى بوقف إطلاق النار في سبتمبر 1991. إن شاء الله ماني قريب. النظام في الجزائر ينحرج كثيرا من التعاطي الإعلامي الدولي ليكشف الوضع الحقوقي في المخيمات. وهنا بالنسبة للإعلام في المغرب ولا في جميع وسائل الإعلام التي تؤمن بعدالة قضية في المغرب، هناك تقصير فيما يخص التعرض إلى الوضع الحقوقي داخل المخيمات والجرائم التي ترتكب وتسليم الولاية أو تسليم تفويض السلطة من طرف النظام الحاكم الجزائر لجبهة البوليساريو وقيادتها وقيام بما يحلو لها داخل تراب ولاية تندوف الذي من المفروض أنه تراب يدخل في نطاق سيادة الجزائر. وبالتالي أعتقد أنه هناك تقصير بالنسبة للإعلام الدولي فيما يخص الوضع الحقوقي داخل المخيمات. مؤخرا هناك حملة اعتقالات كبيرة ضد نشطاء بدأوا ينتفضون ضد قادة البوليساريو ورأوا أو اكتشفوا أخيرا على أن هؤلاء الذين يسيرون تلك المخيمات هم تجار بالدرجة الأولى ولا يمارسون السياسة بمعناها الحقيقي أصلا طبعا، لأن القضية ليست قضيتهم. هذا الملف المفتعل منذ سنة 1975 هو ملف وهو قضية النظام الحاكم في الجزائر وليست قضية جبهة البوليساريو. هناك أمر يتحرج منه النظام الحاكم في الجزائر، وأنا أتأسف أن المشهد يعني الحقل الإعلامي في المغرب يطيح في بعض الهفوات. مثلا عندما يتكلمون عن جبهة البوليساريو صناعة جزائرية، هذه مغالطة تخدم النظام الحاكم في الجزائر وتلغي صفة الانفصال على جبهة البوليساريو. جبهة البوليساريو هي حركة تنتمي إلى يسار المغربي وان تأسست في طرطان، وإبعاد صفة المغربية عنها يخدم نظام العسكر الذي لا يعتبرها حركة انفصالية. وسائل الإعلام في الجزائر ما تقولش عليها على أنها حركة انفصالية. هذه نقطة مهمة أتمنى من الإعلام في المغرب أن ينتبه إليها، لأن هؤلاء المتواجدون في تراب تندوف وهؤلاء القادة ولهذه الجبهة هم مغاربة، هم مغاربة فعلا. أنا كنت تكلمت مؤخرا في تغريدة لما تكلموا على مقابلة بين منتخب بوليساريو وبلدي العاصمة، قال مقال الشروق قال حل منتخب جبهة الصحراء الغربية بالجزائر. أنا قلت لهم عنوان صحيح، لأن قلت الموقع الشروق براهو مليح
كلامكم صحيح لأنهم هم فعلا قدموا، هم جبهة مغربية عاصية، وتندوف كانت إلى غاية 56 أرض مغربية وقت طاح الاستعمار الفرنسي وضمها للجزائر، وبالتالي فهم فعلا قدموا من خارج الجزائر. أنا نقول هذا الكلام وعندي قناعة بأن يعني إذا غادي نخرج في الموضوع الصراع بين الجزائر والمغرب، ولا الصراع بين النظام الحاكم في الجزائر والمغرب، نقطة بداية صراع بدايته ليست مسألة الصحراء الغربية وليست مسألة جبهة البوليساريو، الأمر يفوق أو أقل من هذا المشكل، وأعتقد أن حل المشكل هذا يجب الذهاب إلى ما هو يعني ما يشكل نقطة بداية صراع بين النظام الحاكم الذي طبعا ينفذ أجندات سياسة استعمارية قديمة هدفها إضعاف البلد الذي كان مستقلا في القرن الوالد الوحيد اللي كان مستقل في شمال أفريقيا في القرن 19 ألا وهو المغرب. أتمنى في ختام كلامي أن يعطي المغاربة أولوية كبيرة للشأن الإعلامي في مخص هذا الملف، وأن لا يجر وراء النقاشات الهامشية التي تصنعها مخابر مخابرات النظام الحاكم في الجزائر من أجل التشويش ومن أجل جر المغاربة إلى نقاشات بعيدة عن جوهر الصراع بين النظام الحاكم في الجزائر والمغرب، وهو صراع يتعلق بحدود أراضي تاريخية وبسياسة استعمارية فرضت علينا وضعا مشلولا في منطقة شمال أفريقيا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.